بعد بايظ ولا غيره ده ولا يتصلح. اسمتي صوتك بقى يا حبيبتي. لا انتي بس انتي حاسه كده بس عشان دي ساعه غضب. تخلعي ده وفره ايه بس ياسمين؟ معلش ممكن بس تهدي علشان نعرف نحل المشكله. ايه عايزه ايه؟ اجيب لك ايه؟ مكنه لحام تلحمي ايه في ايه؟ اه انتي عايزه تقطعيه الاول وبعد كده تلحمي. لا طبعا مش هيقف من ده الجامع. لا ولا الخوازيق. مش حكايه تحاسبين يا ماجي يا بنتي، الحكايه حكايه فلوس يعني. يا مالها حنينه مع جوزها ليه كده؟ ما تطفي في صدره سجاير ولا تسيب عليه كلاب ولا اي حاجه. اوفر وانضف يا ماي على كراكيع السكات. ما هو برضه انت اللي غلطانه ياسمين. يوه ده فصل شحن. معلش. طب يلا بقى بسرعه شويه عشان نلحق الجريمه دي قبل وقوعها. بقول لك ايه، مش قفشته خليها تروقه. هاني ده اصلا غبي من زمان. بص هو انا بصراحه حاسه ان موضوع الدعبسه ده هو اللي بيجيب مشاكل. اه طب هات تليفونك كده. ايه بتعمل ايه؟ انت مجنون في ايه؟ لا انا بس كنت بفادي المصيبه اللي طلعت قدامي فجاه دي. مصيبه ايه؟ ده الطريق فاضي اهو. هات بس تليفونك علشان البنت هتموت الراجل. وانت بقى اللي هتغيري الاقدار؟ ها؟ هتقفي قدام قضاء ربنا؟ الاعمار بيد الله. ولا انت نسيتي يا ست هاني؟ طبعا نسيتي. ما احنا بعدنا عن ربنا من ساعه ما بعدنا عن ربنا وبقينا نطلب موبايلات الناس استغفر الله العظيم يا رب. في انا ما قلتش كده، انا بس عايزه اخد تليفونك اكلمها عشان تعرف ان احنا في الطريق. ما هي عرفت ان احنا في الطريق قبل ما تليفونك يفصل شحن. وبعدين تليفون ايه اللي انت عايزاه؟ انا ممكن اديكي اغلى من التليفون 100 مره. انا ممكن اديكي روحي وحياتي. ريم معلش انا عايز اسالك سؤال، هو انت ما بقيتيش بتخافي عليا خالص؟ انت مش عارفه مثلا ان الرصيد اللي معايا في التليفون ده ممكن يكون فيه اخر جنيه هحتاجه مثلا اطلب الاسعاف لو عملت حادثه، اطلب البوليس لو اتخطفت، الخاطف يكلمك يطلب فديه، الفديه تكلمك علشان تطلب اوردر، اي حاجه. خلاص مش هكلمها. اوكي بس هات تليفونك ابعت لها واتساب بس. واتساب عشان تشوف صورتي اللي على الواتساب. اه يا برده يا اللي ما عندكيش نخوه. نخوه ليه يعني؟ هو انت قلع؟ لا ريم لو سمحت، لو هنتكلم مع بعض بالاسلوب ده وقلع والجو ده يبقى بلاش خالص لو سمحت حبيبتي. انا صورتي اللي على الواتساب هي وانا معاكي وسعداء كده مع بعض وبنحب بعض. عايزه تبعتي لها دي دلوقتي وهي بتقلع ضوافر جوزها تقوم تحسدنا؟ اه لا تصور ما خدتش بالي. لا معلش يا حبيبي معلش. تحسدنا. عندك حق. لا تحسدنا. طب ايه رايك اصورك وانت بقى مكشر كده ونحط الصوره دي على الواتساب بدل الموجوده؟ هات كل حاجه في حياتي. هات ايه؟ هات تليفونك، هات مصروف البيت، هات قسط المدرسه، هات فين وانت جاي. هات انا ايه؟ ما عنديش مشاعر؟ مش بني ادم؟ هو انت مش عايز تديني تليفونك ليه؟ وانت عندك اسرار بقى زي هاني انت كمان ولا ايه؟ لا انا مش متوقع الغدر منك خالص يا ريم. ريم انت مفروض انت بقيتي عارفاني يعني. احنا بقينا عشره يعني. مثلا لو سمعتي فويس نوت مثلا بصوتي بتكلم بحب يبقى تعرفي ان انا بتكلم عنك. لو شفت صوره انا ببعت ورد او قلوب حاجات كده تعرفي على طول ان هي ليكي. لو لقيتي صوره ليا مثلا انا في الجيم معايا مثلا ثلاث بنات تتاكدي ان الثلاثه دول هم انتي. لو شفتيني اصلا في الشارع ماشي مع واحده اكيد اقول اختك. خرسي اختي اشرف مش شرف. هنقعد بقى نقول اختي واختك وامي وامك ونوصلها للدرجه دي وكل ده عشان ايه؟ عشان حته التليفون؟ اه صح انت قلتها. مش هنخسر بعض عشان تليفون صح؟ خلاص فهات تليفونك بقى يلا. انا ما عنديش تليفون. انا نسيته في البيت التليفون. تليفوني فصل شحن فاصل خالص. مفيش شبكه هنا. انا تليفوني مكسور اصلا. لا حبيبتي التليفون مضر علشانك. انا ما عنديش ستات يتكلموا في التليفون. انا ما عنديش ستات اصلا. ما عنديش تليفون اصلا. خلاص ريم خلاص هي كلمه واحده. مفيش موبايل يعني مفيش موبايل. عم هات تليفونك. خلاص يعني ما بدهاش. توحشيني يا ريت.